المشاركة في أشغال المنتج على الظروف المعيشية للسكان والتنمية الوطنية المائية لمواكبة التطورات. للسيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بوضع استراتيجية التداعيات التي برزت في مجال المياه العاب حدود بسبب المشاريع المنفذة التي يرتكز عليها استعمال الموارد المائية وتسييرها وتنميتها مواطنين في ظل احترام التوازن البيئي والاجتماعي في مؤشرات التنمية المستدامة، ما يؤكد الإنجازات الهامة والجهود الكبيرة التي بذلتها الجزائر في مجال أمن مائي عبر اللجوء إلى مصادر غير تقليدية للمياه، ترتكز معاناة إخواننا في فلسطين الذين ليس لديهم الحق حتى في الحياة للمواطن والنظم الإيكولوجية. أيتها السيدات الفضل، في مؤشرات التنمية المستدامة ما يؤكد الإنجازات الهامة والجهود الكبيرة. يعلم الجميع أن مع ظاهرة التغيرات المناخية أصبحت مسألة المياه تطرح أكثر فأكثر بين الدول. الجزائر من أجل مواجهة هذه الظاهرة وضعت خطة محكمة فيها عدة محاور، من بينها الاتجاه إلى المياه الغير تقليدية. عندما أتكلم عن المياه غير تقليدية نتكلم عن مياه تحلية البحر. الجزائر بالفعل طبقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية تشهد تسارع وتشهد نهضة بالفعل، عدة مشاريع تنجز بطاقة ضخمة وكذلك مشاريع أخرى مبرمجة بالنسبة لتحلية مياه البحر من أجل مواجهة هذا الشح في المورد المائي.